جون 17 بيبر 1 فاريانت 1 والسؤال الخامس. وهنا السؤال يا جماعة مباشر، هنا السؤال يا جماعة مباشر، بيقول لي مين اليونت بتاعة الويت ومين اليونت بتاعة الماس؟ يا جماعة قطعا اليونت بتاعة الويست هي الكيلوغرام، عفوا اليونت بتاعة الماس، أنا آسف، اليونت بتاعة الماس هي الكيلوغرام، واليونت بتاعة الويت هي النيوتن. من الواضح يا جماعة أن الإجابة هتكون سي، تمام؟ يونت الماس كيلوغرامز لأنه ماس، تمام؟ الويت لأن هي فورس، فاليونت بتاعتها بالنيوتن، إذا الإجابة هتكون الفقرة سي.